الكبير مهرجان سيد الأمير الوالد حفظه الله ورعاه هنا الذي قام على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية بدولة قطر الحبيبة. هكذا ينطلق هذا الشوط ونحن نتوجه إلى المركز الأول كي نتابع الصدارة ونتابع أول المراكز في هذه اللحظات من أعلنت وجودها على الصدارة والمركز الأول في هذا الانطلاق. زمهرير سيف بن مطر بن مطوع بن هاشم الكتبي الذي يطلق زمهرير على المركز الاول بينما المركز الثاني اجد التواصل في هذه اللحظات القادمة العنود سعد بن سالم بن سعد ألف هيده المري الذي يقدم العنود على المركز الثاني المركز الثالث. أتابع الوصول في هذه اللحظات والمتقدمة مباشرة على المركز الثالث حنين مبارك بن سهيل بن مبارك الكتبي بقيادة أبو نايف الذي يتابع هذا الشعار محمد بن سلطان المالكي بينما المركز الرابع عجد هنا التحرك القادم من المناطق الخلفية. هذه هي الفاتنة عبد الله بن مطر بن حمد الشامسي الذي يتابع هنا الفاتنة على المركز الرابع المركز الخامس. شوفوا 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 التحديات القادمة في هذا الشوط. هنا من تحمل رقم 84 في هذا الانطلاق هذه الفارعة محمد بن راشد بن سالم الغيلاني على المركز الخامس. هكذا عدينا النداء للخمس المراكز الأولى. نرجع مجددا إلى الصدارة ونتابع التحدي الذي يدور مع المركز الأول التحدي الذي يدور مع المقدمة. الله يا هذا التجمع تجمع الأبكار في هذا الشوط مع هذه اللحظات الشعارات الآتية من كل حد من وصوب للمشاركة في هذا المهرجان الغالي. هنا أعود إلى الصدارة وأتابع المركز الأول على المقدمة في هذه اللحظات على المركز الأول والصدارة تحمل اسم زمهرير. زمهرير على المقدمة زمهرير على المركز الأول انطلقت لتعلن التحدي في هذه اللحظات الرائعة والمميزة. سيف بن مطر بن مطوع بن هاشل العامري زمهرير على المركز الأول في هذه اللحظات. المركز الثاني يرى التحرك القادم على ثاني المراكز في هذه اللحظات المتحركة. اليمامة اليمامة وصلت على المركز الثاني. هنا من يقدم اليمامة مكتوم بن زايد بن عبد الله بو حميد المزروعي على المركز الثاني يقدم اليمامة والمركز الثالث يرى الواصلة بكل قوة هذه حني وصلت مبارك بن سهيل بن مبارك بن غانم الكتبي وعلى المركز الرابع. الله يا سلام أرى المتحركة في هذه اللحظات والقادمة مع هذا الاندفاع الظبي حسين بن فرح بن تويم الأحبابي الذي يقدم الظبي في هذه المعركة القوية في هذا الانطلاق المتميز. شوفوا هنا المتحركة أيضا من تحمل رقم 93 في هذه اللحظات هنا المتحركة والقادمة في هذا الشوط. هنا نتابع القادمة في هذه اللحظات هنا على المركز الخامس في هذا الشوط رزن حميد بن علي بن خنيفر الحجري الكيلو المتر الأخير. وهنا هنا نتابع التحدي والمقدمة. الله 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 على المركز الأول الصدارة الصدارة تحمل هذا الشعار على المقدمة في هذه اللحظات انطلقت بالمركز الأول. هذه هي الظبي 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 حسين بن مفرح بن تويم الأحبابي الـ600 متر الأخيرة الأمتار الأخيرة. أرى المركز الثاني القادمة حنين مبارك بن سهيل بن مبارك بن غانم الكتبي والمركز الثالث هنا القادمة من تحمل رقم
ثلاثة تسعين هنا في هذا الانطلاق. ولكن التحديات مع المركز الأول. شوفوا التحديات، شوفوا الرقص مع الصدارة. المركز الأول بدأ الرقص، بدأ التحدي مع المقدمة في هذه اللحظات المتميزة. الله يا الظبي، الظبي 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 على المركز الأول. الظبي حسين بن مفرح بن تويم الأحبابي، سلامي عليك يا الأحبابي على هذا الرقص المتميز. وسلام يا الهير، سلام سلام يا بن تويم، أشكرك على هذا الأداء الذي قدمته. الظبي حسين بن مفرح بن تويم الأحبابي المركز الثاني. المركز الثاني حميد بن محمد بن سالمين أو عبيد بن محمد بن سالمين. المركز الثالث كان من نصيب هنا رقم 38 اللي هي حنين مبارك بن سهيل بن مبارك بن غانم الكتبي. والمركز الرابع ذهب من نصيب. المركز الرابع ذهب من نصيب مخيفة حمد بن محمد بن عامر العمري. أما المركز الخامس 69 اللي هي وصايف محمد بن فلاح بن ناصر محمد بن فلاي العتيبي اللي احتلت المركز الخامس. هكذا تابعنا الشوط والتحديات. تهانينا والناموس لحسين بن مفرح بن تويم الاحبابي على اختطاف الظبي لهذا الشوط. التوقيت الزمني ساعة وصول الظبي الى خط النهاية 6:25 جزء واحد من الثانية. أما المركز الثاني فكان من نصيب اللي احتلت المركز الثاني جود سالم بن سعيد العمري. التوقيت الزمني 6:27 جزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس لك يا العمري على هذا الفوز. المركز الثالث ذهب من نصيب اللي هي حنين للسيد مبارك بن سهيل الكتبي بقيادة أبو نايف محمد بن سلطان المالكي. التوقيت الزمني 6:31 بالوفاء والتمام. تهانينا لجميع الفائزين.